بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات رابعة متوسط، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات وللفيزياء. أيضا بعدما عرضت عليكم الجزئين على المقاربة الأولية لقوة كشعاع، شفنا وش معناتها الجملة الميكانيكية، شفنا مفهوم الفعل الميكانيكي. طبعا لمن لم يرى كل هذه الفيديوهات، ما عليه إلا العودة إلى هذه الفيديوهات بالتسلسل باش يجيكم الدروس يعني جد ممتعة أولا ثم مفهومة للجميع. عرفنا أن الفعل الميكانيكي هو كل فعل تؤثر به جملة ميكانيكية على أخرى، فتؤدي ذلك إلى المحافظة على توازنها أو تغيير من حالتها الحركية أو من تغيير من مسارها. الآن راح نجيب لكم درس جديد. شفنا أيضا قبل ما ننسى الأفعال المتبادلة بين الجمل الميكانيكية، قلنا أن تؤثر الجمل الميكانيكية على بعضها بنوعين من الأفعال: أفعال ميكانيكية تلامسية، عندما يتلامس الجسم المؤثر على الجسم المتأثر، وعندنا أفعال بعدية عندما يكون بعد بينهما. إذا اليوم جبنا لكم درس جديد. إذا هو نمذجة الفعل الميكانيكي، أو اللي راح نسميه فيما بعد، هذا الفعل الميكانيكي راح يكون له اسم آخر وهو القوة. ابتداء من هذا الدرس راح نسمي الفعل الميكانيكي القوة. إذا راح ننمذجه بشوح، راح نشوف بالتسلسل خطوة بخطوة. نبدأها لكم بنشاط بسيط يقول إليك الشكل التالي: شكل عندي عربة تجرها يد بحبل. إذا ماذا تلاحظ؟ إذا طبعا عندما أجر العربة بحبل، فإن إذا سميت هذه الجملة الجملة ب، وسميت هذه اليد الجملة أ، باش نتفاهموا من الأول. عندما أسحب الحبل فإن اليد أو الحبل راح يؤثر على العربة بفعل ميكانيكي، كما نعلم أن العربة أيضا راح تؤثر على الحبل بفعل ميكانيكي. هنا الحبل عندما يؤثر على العربة بفعل ميكانيكي، هنا تلامسي. لماذا تلامسي؟ لأنه يحدث عند نقطة واحدة هنا فقط، يعني يتلامس الحبل مع العربة في نقطة. أيضا العربة راح تؤثر على الحبل بفعل ميكانيكي تلامسي موضعي أيضا، ممكن نزيد التأثير. إذا هذه هي الملاحظة، ثم بعد ذلك نخرج بنتيجة. أولا نكتب الملاحظة. الآن بعد ما كتبنا الملاحظة نستخرج بنتيجة. وش تقول النتيجة؟ تقول عند وجود تأثير متبادل بين جملتين، جملة ميكانيكية A وجملة ميكانيكية B، نمذج هذا الفعل الميكانيكي. طبعا نمذجه بقوة. الآن ندخل في مفهوم القوة. إذا هذا التأثير المتبادل بين الجملتين راح نمذجه بقوة، نرمز لها بأول حرف أبجدي بالفرنسية، لأن القوة بالفرنسية هي فورس. إذا نكتبها لكم هنا، هي لا فورس، نكتب فقط فورس، ونمذجها بأول حرف أبجدي مكتوب بالفرنسية وهي F. الآن بماذا أقيس هذه القيمة؟ أو ما هي وحدتها؟ أولا وحدتها هي نيوتن، وهذا لكون أن نيوتن هو الذي اكتشف هذا المقدار الفيزيائي. أولا نقول أن وحدة قياس القوة هي نيوتن. نمشي لكم خطوة بخطوة. إذا نتابع. إذا رمز هذه القوة قلت F، أول كلمة بالحرف الأبجدي F. إذا نتابع وحدة قياسها، نقيسها بنيوتن. إذا أول حرف من نيوتن N. أيضا تمثل هذه القوة، نمثلها برمز القوة مرفوق برمز القوة اللي هو F مرفوقة بشعاع. وش معناتها؟ معناتها كي نكتبها هكذا، شوفوا معي رمز القوة تاعي هو F ماجيسكول، ثم أضع شعاع فوق الأف تاعي، هذا هو رمز تمثيل القوة تاعي. قياس قيمة القوة، إذا تقاس قيمة القوة بالربيعة أو الدينامومتر. رسم بسيط على الربيعة. إذا لها، شوفوا معايا
الشكل تاعها شكل بسيط جدا، لها داخل نابض، هنا لولب الضبط نضبط على صفر، ثم هنا عندنا المؤشر، عندنا هذه التدريجات، ثم عندنا هنا معلق سفلي، هنا وين نديرو الأجسام. إذا ثم نتابع. إذا وصلنا إلى النقطة الجد جد مهمة في هذا الدرس، ركزوا فقط معي باش تفهموا أكثر وأكثر، وهي مميزات شعاع القوة. طبعا قلنا أن نمثل القوة بشعاع F وندير عليه سهم فوق الF. شوفوا معي، لأن مميزات الشعاع تاع القوة دائما يجي في الفروض والاختبارات، أو ممكن يجيكم في شهادة التعليم المتوسط بعيام. طبعا مميزات دائما يطلب لكم المميزات. شوفوا معي، احنا نعرفوا في الرياضيات أن أي شعاع، مثلا هذا الشعاع اللي هو اللي رسمته لكم هذا، عنده دائما مبدأ، مبدأ الشعاع. وش عنده الشعاع أيضا؟ الخاصية اللي عنده أيضا، عنده المنحة، المنحة تاعو يعني الحامل تاع الشعاع تاعنا. وش عنده؟ عنده الجهة. أخيرا وش عنده؟ عنده الطويلة. إذا هذه كامل طويلة. الآن بما أن القوة تاعنا عرفناها أو مثلناها لنا، مثلناها بشعاع، حنخلي الفيديو كما هو لتشوفوا بلي أثر التعب. إذا مثلناها بشعاع، إذا راح نشوف أين هو مبدأ الشعاع تاعنا تاع القوة تاعنا، أين هي الجهة، وكيف نحدد المنحة والجهة والطويلة. إذا نقول لمميزات شعاع القوة هي أربعة، دائما المبدأ، الطويلة، الجهة. ولكن هنا في الرياضيات نقول المبدأ، الطويلة، الجهة. هنا في الشعاع المبدأ راح يولي نقطة التأثير. إذا هنا راح نتحدث على نقطة تأثير. ثم بعد ذلك المنحة هو حامل الشعاع F تاعي، الجهة هي جهة، إذا قلت هي جهة الفعل. أخيرا الطويلة هي الشدة. إذا بعدما نكتب كل هذه، راح نجي للمثال تاعنا تاع الأول، راح أمثل هذه القوى على الرسم تاعنا. شوفوا معي، إذا ركزوا معايا، في كل مرة نكتب لكم مميزات شعاع القوى راح نشرح لكم على الشكل. شوفوا معايا، قلت أول مميز للشعاع تاعنا هي المبدأ اللي يمثل نقطة التأثير في الفعل الميكانيكي. إذا نقطة التأثير تمثل نقطة وقوع الفعل الميكانيكي التلامسي. يعني كي يكون عندكم في هذا المثال، عندنا قلنا أنه فعل تلامسي موضعي، إذا هنا المبدأ تاع شعاع القوة تاعي راح تكون هذه النقطة. إذا هذا هو، هنا راح نقول هذه هي نقطة التأثير. إذا نكتبها نقطة التأثير. أما في الأفعال الميكانيكية البعدية، راح نشوف أنها مركز الجسم، راح ندير محاور الجسم ونشوف مركز ثقل الجسم، راح نشوفوها فيما بعد، راح نشوفوها في الثقل. هنا أهتم فقط عند نقطة التأثير، هنا هي نقطة تلامس الحبل مع العربة. ثاني مميز للشعاع تاعي قلنا أن المنحة. إذا المنحة أو الحامل نفس الشيء، هو المستقيم الحامل لهذا الفعل، قد يكون أفقي، عمودي، مائل، عنده ثلاث وضعيات، يعني لا توجد وضعية أخرى. أين هو الحامل هنايا؟ الحامل هنايا هو هذا المستقيم الذي يحمل الفعل التاعي. طبعا الفعل التاعي راح نشوفوه فيما بعد، يعني أخيرا راح يكون من هذه النقطة التلامسية، يجي هكذا. هذا هو الفعل أو القوة التاعي، راح نمثلها F. إذا حامل هذا الفعل هو المنحة التاعي، أو ممكن في التمرينات ممكن تكتبوا تعينوا نقطتين، نقطة التلامس ونقطة أخرى تنتمي لهذا المستقيم، نقول AC، ممكن نكتب هنا AC. إذا هذا هو الحامل تاعي، إذا أرسمه. إذا قلت الحامل تاعي يحمل شعاع F تاعي، أو نقول AC، أو نقول الجهة فقط، نكتب AC كمستقيم. هذا بالنسبة للحامل. وصلنا إلى المميز الثالث اللي هي الجهة. كيف تكون الجهة؟
تكون يكون اتجاه شعاع القوة كيف يتجه في نفس اتجاه الفعل. هنا أقف، وش معناتها في نفس اتجاه الحبل الفعل؟ يعني هنا تخيلوا معايا راني نجبد هكذا، إذا عندما أسحب العربة في هذا الاتجاه طبعا راح يكون الجهة في هذا الاتجاه. لو كان جيت نسحب العربة من هذه الاتجاه نقول أن الاتجاه راح يكون في هذا الاتجاه. إذا اتجاه الشعاع يتبع اتجاه الفعل، أو بطريقة أخرى جهة حركة الجملة المتأثرة، لأن العربة هي الجملة المتأثرة والحبل هو الجسم أو الجملة المؤثر، إذا راح يتبع حركة العربة. أتمنى فقط أن يكون واضح. أبقى لنا آخر مميز وهو الطويلة أو الشدة. شوفوا معي، إذا وصلنا للطويلة أو في الحق نقول الشدة. هنا طويلة أو قيمة الشدة تتناسب مع قيمة القوة باستخدام سلما مناسبا. وش معناتها باستخدام سلم مناسب؟ مثلا عندنا قيمة الشدة هي 2 نيوتن، طبعا هنا نكتب F تاعي، دوك نشرح لكم أكثر. F تاعي قيمة الشدة، قيمة القوة تاعي هي 2 نيوتن. الآن إذا مد لكم سلم، لكل 1 سنتيمتر يقابله 1 نيوتن. هنا لازم عليا كم يقابل 2 نيوتن. إذا طبعا 2 نيوتن كم يقابله؟ بالضرورة راح يقابله 2 سنتيمتر. راح نعلمكم في التمرينات اللي راح تجي كيف نلقاو 2 سنتيمتر. الآن هنا واش نجي؟ راح نحسب بالمسطرة تاعي، ندير 2 سنتيمتر، نحسب 2 سنتيمتر ثم أعين شعاع القوة تاعي. إذا هذه هي مميزات شعاع القوة. أتمنى فقط أنني وفقت في الشرح المبسط لهذا الدرس، واتمنى انكم استوعبتم. يعني راح تكون هناك تمارينات باش نشرح لكم اكثر واكثر هذا الدرس البسيط. اذا بقات لي ملاحظه مهمه جدا جدا، هو حذاري ثم حذاري ثم حذاري. حذاري الخلط بين هذا، يعني هذا كشعاع، اذا هذا يمثل شعاع القوه، وهذا الرمز F فقط مكان شعاع يمثل قيمة أو طويلة قيمة الشدة. إذا مثلا ما نقدرش نكتب F تاعي هكذا يساوي هنا 4 نيوتن، ما نقدرش نكتب F كشعاع يساوي 4 نيوتن. إذا هذه الكتابة خاطئة. الكتابة الصحيحة أنني أكتب F تساوي 4 نيوتن. حذاري بالك وديروا هنا يا شعاع، لأن هنا يمثل شعاع القوة بكل مميزاته. إذا شعاع القوة بكل مميزاته، وش معناتها بكل مميزاته؟ معناتها يخص الاتجاه، الطويلة، الشدة، والجهة، ونقطة التأثير. أما هذه تمثل فقط طويلة، إذا تمثل الطويلة. إذا حذاري ثم حذاري من هذه الأخطاء الشائعة لديكم. إذا أختم هنا إلى هذا الحد، أكتفي بهذا القدر لكي أقول لكم إلى الفيديو القادم إن شاء الله. إن شاء الله راح نجيب لكم تمرينات على هذا الدرس باش تترسخ عندكم المعلومات، ثم نتابع ونتسلسل في الدروس. تعليق بسيط منكم يشجعني ويساعدني على المواصلة، لأن المشاهدات قليلة قليلة جدا. لا أبحث عن المشاهدات، ولكن أبحث عن القبول، وهل الدروس تصلكم وتفهموا منها وتستفادوا منها، لأن أي تعب يقابله جزاء، والجزاء تاعي عند ربي سبحانه. ولكن عندكم في تعليق بسيط لا يكلفكم، والله لا يكلفكم ولو دقيقة، في بعض الأحيان ثانية، ولكن يعني حبيت نقول لكم بلي نتوما لازم تعاونوني باش اتشجع باش نزيد لكم المزيد والمزيد وتكون افاده اكثر. بالتوفيق للجميع، سلام الله عليكم، الى الملتقى ان شاء الله.